من جديد مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى أمام مبنى TVA في العدلية، حيث يواصل المعتصمون منذ الصباح الباكر اعتصامهم أمام المبنى، ولكن كما نلاحظ أن الأعداد المتظاهرين قد تكاثرت وأن أعداد مكافحة الشغب أيضا قد تكاثرت، فقد وقع احتكاك منذ بعض الوقت بين المتظاهرين ومكافحة الشغب، محاولين وقد حاول المتظاهرون فتح مداخل عفوا منع مداخل TVA، منع دخول الموظفين، إلا أن قوة من مكافحة الشغب بعايدة التاسعة تدخلت لفتح مداخل مبنى TVA بالقوة. وطبعا التظاهر أمام هذا المبنى كونه من بؤر الفساد في مؤسسات الدولة. إذن المتظاهرون عمدوا منذ السادسة صباحا إلى إقفال جميع مداخل المبنى، منعوا الموظفين من الدخول إليه لفترة، ولكن مكافحة الشغب فتحت الطريق لدخول الموظفين، وكان قد حصل نوع من تلاسن في الرسالة السابقة لمراسلنا بين إحدى الموظفات وبين المتظاهرين التي أرادت الدخول وقد منعوها. مع تقدم الوقت ازداد العدد، كان العدد صباحا قليلا ولكن الآن العدد أصبح كبير أمام مبنى TVA. إذن ليش معصبة؟ عنا دولة ترشين وعميان ووقحين، قاعدين شعاب نحن صرنا ما بعرف قديش صرنا 40 45 42 ما بعرف، قاعدين على الطريق، ماميات بابايات اولاد خطياريه، ما بعرف شو بعد بدهم يشوفوا، ما في ساحه ما وقفت، ما في حدا ما نزل، ما بعرف شو بعد بدهم يشوفوا، معصبين لانه ناس مخيره ناس مسيره بيجبروا الدركه اللي واقف مثلنا، هو يعني منيح عاطينهم مستشفيات بيعلوا الضرايب بيوطوا لهم معاشاتهم، بيجي بيوقف وجهك ضابط بيقول له هجوم، مجبور يهجوم، يعني هي ضمير الضابط يعني اللي بوجهه، ومين اللي مسير ومين اللي عامل ومين اللي ماسك وشو بيجي القرار. عفوا نحن كنا واقفين سلمين ما عم نعمل شيء، بس لما هاجم علينا اذا بأجيك بندق خبطه، مسك هيدي البلاستيك اللي بايده ضربني فيه على ايدي وعم صرخ، بيقول لي انا ما بخاف من حدا، اذا هو عنصر الامن قوى الامن عم بيقول لي مطالبنا على كل شيء، اعطيني شيء، ما في لنا مطالب منه بلبنان، ان كان TVA اللي طالعه، ان كان شركات الكهرباء اللي عم تجينا الفواتير ونحن عم ندفع موترات، عشو على الطبيبه انا اللي ابني انكب 3 ساعات 4 ساعات بذب بالمستشفى، بل انا ما كان معي الا 1300 دولار ما كان يفوتوا لي اياه، على شو؟ على ابني اللي له سنه ونص بتخرج ما لقى شغل؟ انا بدي اقول كلمه بس لقائد الجيش على راسنا، والله يحميه والله يكون معه، وعارفين انه هو تحت السلطه، بس نطلب منه انه يكون منصف مع الكل، مش فريق يكون معه وفريق يكون ضد، نحن كلنا لبنانيه ايد وحده، وكلنا مثل بعضنا، وكل المناطق ايد وحده ووطنيه وحده، يكون منصف مع الكل، نحن خيمه مجلدين ما عم بيخلونا نحطها، خيمه، مخوفتهم الخيمه، خيمه ما عم بيخلونا نحطها تنتحاور تحتها. قالوا لنا شلوها، عم نحطها عم يشيلوا لنا اياها. ان شاء الله يخلونا نحطها اليوم، بتمنى من قائد الجيش نترجى يخلوا لنا اياها نتحاور تحتها، اذا ما بده ايانا نقعد على الطريق، ما بقى رح نسكر طريق، بنقول لهم ما بقى حنسكر طريق، بدنا نكون ساحتنا مثل كل الساحات.